كل من دان لله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول، وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله. ولما يا مولاي قعدتم عن طلب الخلافة وتركتموها لمن هو دونكم ولا يستحقها فتؤمره الناس؟ لقد أشرت إلى الإمامة ولم أتحدث عن الخلافة، فهي شأن أهل الدنيا وأهل السياسة، وأنا لم أقصدهم. بعض الناس لا يفصلون بين الخلافة والإمامة، فالخليفة عندهم إمام والإمام خليفة. أولئك كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها، فاستغل الذئب حيرتها وضياعها فهجم عليها وأكلها. يا مولاي، رقاب العباد بين سيف الجلاد وخواء البطون، لا يدرون ماذا يفعلون ولا إلى أي قطيع ينضمون ومن أي عين يشربون. والله يا جعفي، من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل وعز ظاهرا عادلا فهو تائه ضال. واعلم يا جعفي أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، وأعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لن يكسب منه شيئا، وذلك هو الضلال البعيد.